جمعت مناسك الحج الأخوين ماجد وإبراهيم عليان بعد فراق دام أكثر من 27 عاماً، حيث كان أحدهما يعيش في الأراضي المحتلة والآخر في المملكة. الزميل مشعل النفيعي رصد لنا مشاعر الأخوين في هذا التقرير. شعور سعادة، مش يعني هذا الشعور مش كثير من الناس بحسون أو بعشون. يقال أخوك الذي إن سرك الأمر سره، وإن غبت يوما عنه ظل حزينا، فما بال غياب 27 عاما أخ حاصرته جنود الاحتلال في غزة، وآخر طال به الأمد لكثرة محاولته لدخولها. هذه هي قصة إبراهيم وماجد، أخوين من دولة فلسطين المحتلة، غابوا عن بعضهما كل تلك السنين حتى جمعتهما المشاعر المقدسة في أجمل ذكرى. في 1987 طبعا حضر هو زواجي، حضر زواجي وقعد عنه، وتزوجت انا وقعد سنتين. بعد سنتين هو في 90 خرج طبعا من غزة، خرج من غزة وطبعا تدرج بين البلدان العربية، طبعا الأردن، الإمارات، أظن الإمارات، بعدين أجع السعودية، السعودية ظل في السعودية. كنت كان قيل لي عن طريق لأنه سيحج، فقلت أنها فرصة تلاقي بيني وبينه، وقلت أنا أحج كمان، قلت سنحج، يعني كانت مبيتة لي عندي. وكان هو قيل لي عن طريق لأنه صدر اسمه مع بعثة الحج الفلسطينية، فقلت والله جيد أننا نلتقي، جيد نلتقي مع بعضنا في الحج. والحمد لله هتفت، قال أنا هنا في مكة، وهي لي الأمر أني أعمل عمرة، طبعا كنت متمتعا، فتقابلنا هناك في مكة وكان اللقاء الأول. أكثر من ربع قرن من آخر لقاء في فلسطين حتى جمعتهما فريضة الحج، فتجلت دموع الفرح بلقيا ماجد أخيه إبراهيم على أطهر البقاع. المشرف على الحافلة اللي فيها الدكتور زميلي الدكتور علم أن أخاه موجود هناك، فالتقى وياه فأخبرنا هنا، فتشاورت أنا والشيخ أحمد الدويخ وطلبنا إحضار أخيه، قلنا كون الدكتور يذهب هناك في صعوبة عليه، فحنا الحقيقة تكفلنا بموافقة مدير الحملة ورئيس الحملة على استضافة أخيه. كان شعور الحمد لله رب العالمين، يعني شعور فرح ممزوج. تعود الذكريات بعودة رفيق دربك وحياتك، فترجمة ذكرى صعوبة الفراق تجلت بدمعة ماجد التي لم يمتلكها فرحا لما جمعته به أطهر البقاع. مش عن فعي الإخبارية، المشاعر المقدسة.